شبه عودة ارتفاع أسعار الزيت بدأ يرجع تاني، وشكله هيكون أزمة جديدة هتهدد جهود الحكومة اللي عملتها في الفترة اللي فاتت واللي بتهدف لاستقرار الأسعار. طب إيه اللي حصل في أسعار الزيت وتأثيرها على الأسعار هيوصل لكام؟ خليكم معانا لآخر الفيديو. مصر من شهور طويلة وهي بتشهد استقرار كبير في سوق صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والاستقرار ده انعكس على الأسعار، وفعلا أسعار السلع في الأسواق مستقرة من فترات طويلة، بس حاليا في حاجات بدأت تحصل من التجار هتغير الأسعار بشكل كامل وترجع تحصل أزمة جديدة في الأسواق، وأول الحاجات دي هتكون زيادة جديدة في أسعار الزيوت. طب إيه اللي حصل في أسعار الزيوت وليه أسعارها ترتفع؟ الشعب العامة للمواد الغذائية قالت أن أسعار زيت الصويا ارتفعت بسور محلية في الأسبوع ده بنسبة 10%، ووصل سعر الطن جملة ل 57,000 جنيه مقابل 52,000 جنيه في تعاملات الأسبوع اللي فات، بارتفاع أكتر من 5,000 جنيه في الطن الواحد. الشعب العامة للمواد الغذائية كملت كلامها وقالت أن أسعار الزيت ارتفعت في أسواق التجزئة في الأسبوع الحالي ل 13.5%، وارتفع سعر عبوة الزيت ووزن 850 ملي من 60 ل 68 جنيه، والغرفة استغربت من الارتفاع ده، خصوصا أنه ما فيش أي مبررات للزيادة الجديدة للأسعار، خصوصا مع الثبات اللي موجود في سعر صرف الدولار، وده اللي بيأثر على الأسعار بشكل كامل مش بس أسعار الزيوت. الشعب قالت كمان انه التجار بدأوا يروجوا لأسباب الزيادة الجديدة بانه في زيادة في اسعار زيوت الطعام بشكل عالمي، وده ملوش اي اساس من الصحة، وطلبت الحكومة بتشديد الرقابة على اليات التسعير من المنبع عشان ما يحصلش تأثير على الاسواق المحلية خصوصا في السلع الاستراتيجية. طب الزيادة الجديدة في اسعار الزيوت هتبدأ تظهر امتى؟ الزيادة في أسعار الزيوت بدأت تظهر من الأسبوع الحالي عند تجار التجزئة، وكمان بدأت تظهر في المجمعات الاستهلاكية. حبينا نقول دلوقتي إنه الأزمة عند الحكومة، والمفروض توضع حد لجشع التجار دول وتعاقب أي تاجر بيشتغل ويفتعل أي سبب عشان بس يزود أرباحه من غير مبرر. كانت معكم هالة بشتي من بنكير، شكرا لكم. بنكير نبض البنوك.